السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة العربية، والتي نتناول فيها اليوم قصيدة بعنوان حبيبي يا رسول الله. سنبدأ بذكر الأهداف، وهي أن نحدد الفكرة الرئيسة والأفكار الداعمة في الأبيات، أن نحلل الأبيات تحليلا أدبيا. أولا، سنتحدث عن كاتب القصيدة، وهو الشاعر عبد العزيز جويدة. هو شاعر مصري ولد بمحافظة البحيرة، حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية. يعتبر من الشعراء الذين لهم أسلوب خاص في الإبداع الشعري، يعتبره النقاد شاعرا عاطفيا وأيضا شاعرا وجدانيا. له الكثير من المؤلفات مثل ضيعت عمري في الرحيل، وحيث تكونين قلبي يكون، أنت المفاجأة الأخيرة على وعد بألا نلتقي أبدا، من النيل إلى الفرات يا قلبي لا تحزن، ولست بآخر الشهداء يا قلبي، مسافرة بلا أشياء. هذه تعد بطاقة تعريفية لكاتب القصيدة. والآن هيا معي نستمع إلى القصيدة. حبيبي يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكني يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ في هذه الأبيات يتحدث الشاعر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يره ولم يعاصره، ولكنه يحب النبي ويحن إليه. صحيح ما رأيت النور من وجهك، هو يقول الشاعر هنا أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، لأنه لم يعش في عصره، ولا سمع الحديث منه، ولا حارب مع النبي، ولا حارب معه في أحد، ولا في بدر، وما هاجر، وما كان من الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حمل له الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن الشاعر هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وصور هذا الحب في قلبه بأنه مثله مثل الإعصار. فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ وهو سؤال يسأله الشاعر يسأل: فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟
هذا النص من الأنواع الأدبية من الشعر، والأنواع الأدبية تشمل الشعر والنثر، والشعر إما أن يكون شعرا حرا أو شعرا عموديا. والشعر الحر هو الذي لا يتقيد فيه الشاعر بوزن ولا بقافية كمثل هذه القصيدة. أما الشعر العمودي فهو الذي يتقيد فيه الشاعر بالوزن أو بوزن وقافية. نجد أن العاطفة المسيطرة على الشاعر هنا هي عاطفة الحب والشوق والاشتياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أن الشاعر قد عبر عن هذا الحب ببعض الألفاظ أو بالألفاظ الكثيرة التي أتت في قصيدته، وقد شبه هذا الحب، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، شبه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل الإعصار القوي، فحبه للنبي حب قوي مثله مثل الإعصار. تحدثنا عن أن العاطفة المسيطرة على الشاعر، والمقصود بالعاطفة هي مجموعة المشاعر والأحاسيس التي سيطرت على الشاعر تجاه الفكرة وتجاه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبيات، وتتضح من خلال ألفاظه وصوره المعبرة. وقد تكون العاطفة إما الفرحة أو تدل على الحزن أو الفخر أو الاعتزاز أو الحب أو الدعوة إلى الكفاح وغيرها. والعاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات هي عاطفة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، والعاطفة هي من عناصر الشعر، وعناصر الشعر هي الفكرة. لكل شاعر لا بد أن يكون هناك فكرة يبني عليها موضوع، الخيال والأسلوب والنظم والعاطفة، وهذه هي العناصر الفنية للشعر: الفكرة، العاطفة المسيطرة على الشاعر، هل الحب، هل الاشتياق، هل الفخر، هل الاعتزاز، هل الحزن، وهكذا. هذه العاطفة. الخيال، ومدى استخدام الشاعر للأساليب أو للألفاظ الخيالية. الأسلوب، هل استخدم الكاتب أو الشاعر هنا، هل استخدم الأسلوب الخبري أم الأسلوب الإنشائي أم مزج بين الاثنين. وخامسا النظم. فمن أهم العناصر الفنية للشعر الفكرة، وهي عبارة عن طرح موضوع معين يطرحه الشاعر ثم يناقشه، وهي أساس العمل الفني. العاطفة، وهي المقصود بها شعور الإنسان نحو شخص أو أمر أو فكرة. والعاطفة قد تدل على الحزن أو الفرح، السعادة وغيرها الكثير. الخيال عبارة عن اختلاق الصور، والأسلوب عبارة عن بصمة الشاعر الموجودة في النص، حيث يعتمد الشاعر الأسلوب في بعض كتاباته أو كلها للتعبير عن موقف معين. النظم، والمقصود به قدرة الشاعر على الجمع بين اللفظ والمعنى بشكل مناسب.